دعوني أحلل معكم هذه الظاهرة أيها الأحبة، ظاهرة حرق القرآن. لماذا كثرت في الآونة الأخيرة؟ عندما فشلت في تقديم إثباتات على أن هذا القرآن محرف وأن هذا القرآن كتاب فيه عنف كما يدعون، فشلوا، لجأوا إلى هذه الطرق اليائسة التي تدعو للشفقة عليهم. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. أيها الأحبة، محاولات كثيرة ويائسة بذلت منذ أكثر من 1400 سنة في الحرب على الإسلام من أجل إطفاء نور الله، ولكن سبحان الله المفارقة العجيبة أن الحرب كلما اشتعلت أكثر كلما زاد انتشار نور الإسلام أكثر. لأن الناس اليوم أيها الأحبة، نحن نعيش في عصر المعلوماتية، لم يعد هناك شيء يخفى اليوم. أنت تستطيع أن تفتح اليوم على مواقع الإنترنت وتطلع على أي معلومة في نفس اللحظة التي تنشر فيها، وبالتالي لا فائدة اليوم من محاولات تشويه صورة الإسلام المشرقة. الحقيقة رأينا قبل أيام مشهدا عبثيا فارغا لا يعبر عن أي شيء، محاولات يائسة لتشويه صورة الإسلام. يعني أنا والله ضحكت، أنا عندما رأيت ذلك الرجل المعتوه حقيقة والفارغ فكريا يريد أن يقضي على الإسلام من خلال حرق مجموعة من الأوراق وهي القرآن الكريم. هذا التصرف أيها الأحبة ليس له أي أثر على المسلمين. يعني أنت عندما فشلت في تقديم إثباتات على أن هذا القرآن محرف وأن هذا القرآن كتاب فيه عنف كما يدعون، فشلوا، لجأوا إلى هذه الطرق اليائسة التي تدعو للشفقة عليهم. والله أيها الأحبة، أنا أشفق على كل ملحد لم يؤمن بالله عز وجل ولم يتبع رسالة الإسلام. دعوني أحلل معكم هذه الظاهرة أيها الأحبة، ظاهرة حرق القرآن. لماذا كثرت في الآونة الأخيرة؟ كل فترة نشهد محاولات تتمثل بحرق القرآن، تقديم معلومات خاطئة عن القرآن، تقديم معلومات تحاول تشويه صورة هذا الكتاب العظيم، ولكن كلها يائسة. لأن أي إنسان اليوم عندما يدخل إلى الإنترنت ويبحث عن حقيقة الإسلام سيرى أن هذا الدين هو الحق، هو الدين الذي يتفق مع الفطرة الإنسانية، الفطرة البشرية، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله. طبعا أيها الأحبة، القرآن العظيم لم يفهم من قبل هؤلاء، لم يفهموا ما هو الإسلام. الإسلام أحبتي في الله، استمعوا معي، ليس مجرد كتاب عادي، وليس عبارة عن معلومات أو تعليمات أو مجموعة من التعاليم. الإسلام أيها الأحبة هو منهج وسلوك وحياة، هو حياة. بالنسبة لي أنا شخصيا الإسلام هو حياتي. يعني أنا عندما يأمرني الإسلام بترك الخمر يقول فاجتنبوه لعلكم تفلحون، هذا الأمر مفيد بالنسبة لي أنا شخصيا، أرتاح. عندما
نهاني الله عن الخمر، وعندما جاء النبي الكريم ليشدد العقوبة ويقول لعن الله في الخمر 10 وعد منهم شاربها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها إلى آخره، أنا حقيقة اتباعي لهذه التعاليم نجاني من 7 أنواع من السرطان يسببها شرب الخمر حسب الدراسات العلمية. طب هذا شيء جيد، يعني أنا مرتاح عندما أتبع هذه التعاليم. حتى الملحد، هناك ملحدون أطباء لا يشربون الخمر، يقولون حسب موقع BBC، أيضا هناك دراسة نشرت مؤخرا تحدثنا عنها، يقولون إن الشرب القليل جدا من الخمر يسبب مشاكل في الجملة العصبية، مشاكل في القلب، مشاكل في الكبد، لذلك الأفضل أن تبتعد عنه نهائيا. هذا ما فعله القرآن، قال فاجتنبوا بكلمة واحدة. طيب اليوم أمريكا وأوروبا والدول غير الإسلامية، الصين والهند وبعض بلدان أفريقيا، يعانون من الأمراض المنقولة جنسيا التي تفتك بهم بسبب إباحة الزنا. هذه الأوجاع والأمراض والمشاكل التي تفتك بكثير من سكان العالم اليوم، على رأسها الإيدز والأمراض كما قلنا المنقولة جنسيا أو اختصارا STDs. طيب في أمريكا فقط 110 مليون إنسان يعانون من مثل هذه الأمراض، في الولايات المتحدة فقط. طيب أنا عندما جاءني القرآن ليقول ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، وأرسل الله لي وللناس جميعا نبيا كريما رحيما عطوفا حريصا علينا، أنا أعتبر النبي حريص علي أنا شخصيا، حريص على كل واحد منا، هذا الحبيب الأعظم عليه الصلاة والسلام جاءني ليحذرني ويقول ما ظهرت الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون، والأوجاع التي لم تكن قد مضت في أسلافهم الذين مضوا، يحدثني عن أوبئة وأمراض وأوجاع مثل الإيدز. الإيدز مؤلم جدا أيها الأحبة، هناك أمراض منقولة جنسية مؤلمة تحدث بثور وجروح وحروق في الجلد مؤلمة جدا، النبي يريد أن يخلصني منها فنهاني عن الفاحشة. طيب أنا عندما اتبعت هذا النبي أنا مرتاح حاليا، أنا الحمد لله لا, لا, لا أقرب الفاحشة بفضل الله تعالى وليس بإرادتي، كله بفضل الله. طيب أنا مرتاح جدا، لماذا تريد أن تصدر لي الإلحاد لتصدر معه الأمراض والمشاكل؟ طيب هذا القرآن العظيم عندما نهى عن الشذوذ الجنسي، عندما نهى عن الميسر والقمار، عندما نهى عن الكذب، ويوم ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، جعل الإنسان الكذاب أسود الوجه يوم القيامة والعياذ بالله، تحذير شديد. وجاءني نبي كريم يقول لي إياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار والعياذ بالله، وإن الرجل لا يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. طب عندما حذرني النبي من مخاطر الكذب، والعلم الحديث اليوم يؤكد أن الكذب يدمر الدماغ، يدمر منطقة الناصية، لأن هذه المنطقة هي المسؤولة عن الكذب، والإنسان الكذاب يعيش حياة مضطربة. طيب أنا مرتاح عندما ابتعدت عن الكذب، أنا الآن مرتاح، إذن اتباعي لتعاليم القرآن الذي يحاولون حرقه وهم يحرقون مجموعة أوراق يعني ولا شيء، هذه التعاليم
مريحة بالنسبة للمسلم، مريحة بالنسبة لمن يتبعها حتى لو لم يكن مسلما على فكرة. فإذا أنت إذا أردت أن تلغي هذا القرآن أو تحارب، ائتونا بكتاب أفضل منه ونحن سنتبعكم. بكل بساطة أيها الأحبة، يعني أنا عندما أمرني الإسلام بالزكاة، الصدقة، أن أعطف على الناس، أن أتصدق عليهم، أن أكرم جاري، جاءني نبي كريم يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، جاءني نبي كريم يقول لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، هذه التعاليم أعطوني أفضل منها ونحن سنتبعكم مباشرة. طبعا لا يوجد، ما هو البديل؟ البديل هو الكذب، هو الفاحشة، هو الشذوذ الجنسي، هو القمار، هو التعري، هو أكل أموال الناس بالباطل، هو السيطرة على الشعوب، هذا الذي نراه اليوم، الترويج للمحرمات والمنكر، تخويف الناس. اليوم بعض القوى العالمية الكبرى من خلال الإعلام العالمي تحاول تخويف الناس، هناك وباء سيضرب، هناك مجاعات ستحدث، هناك، فتجد أن الإنسان، والله تعالى أنزل لي كتابا ماذا يقول فيه؟ انظروا أحبتي في الله، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. طيب والله أنا هذه الآية مريحة تجعلني قويا بثقتي بالله، لا أخاف شيئا إلا الله عز وجل، الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. طيب أنا يكفيني أن الله يحميني ويحفظني وأراد لي ألا أحزن وألا أخاف. دائما في القرآن أيها الأحبة الحزن قبله لا، لا يحزنون، ألا تحزني، ولا تهنوا ولا تحزنوا، ولا تحزن عليهم، دائما في القرآن، لأن الإسلام دين فرح أخي الحبيب. انظروا إلى نسبة الانتحار، هي الأعلى بين الملحدين، دراسات علمية تقول ذلك. طيب أنا بالنسبة لي أحبتي في الله، الإسلام يحقق مصلحتي الشخصية، يحقق سعادتي واطمئناني، يحقق لي أن أنجو من المخاوف التي يصدرها البعض، أن أعيش حياة خالية من الأمراض، بعيد عن الأمراض المنقولة جنسيا، الأمراض التي تنتج بسبب تعاطي الخمور. اليوم للأسف الخمر والنساء يهيمنان على العالم، الخمر والنساء، والنبي عليه الصلاة والسلام شدد كثيرا في هذا المجال أحبتي في الله، لدرجة أنه نهانا حتى عن النظرة، يا علي لا تتبع النظرة النظرة فإنما لك الأولى وليست لك الآخرة. إذن أخي الحبيب، هذا الدين يريدك أن تكون سعيدا، يريدك أن تكون فرحا، ولكن الفرح الذي يريده لنا الإسلام ليس فرحا مؤقتا وهميا ينتهي باكتئاب وكوارث كما يروج له الملحدون، ينتهي بمشاكل العنف الأسري، ينتهي بمشاكل اغتصاب وجرائم كثيرة جدا يعانون منها بسبب الإباحية، بسبب الخمر والنساء لديهم. أرادني أن أفرح بالأشياء الحقيقية التي تجعلني أفرح حتى لحظة الموت. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. لذلك والله أنا شخصيا أشفق على من يحاول أن يشوه القرآن دون أن يستفيد شيئا، هو ينشر تعاليم القرآن، هو حقيقة بهذا السلوك. طيب ما هو الرد على مثل هذه التصرفات التي هي
يعني كما قلت لكم محاولات يائسة. يجب أن تعلم أولا أخي الحبيب أن دولة مثل السويد ينتشر فيها الإسلام بشكل كبير، وفي الغرب لديهم مراكز أبحاث، من أشهرها مركز بيو في الولايات المتحدة الشهير جدا والموثوق علميا. يقولون خلال السنوات القادمة سيهيمن الإسلام على العالم، سيصبح المسلمون هم الأكثر عددا على مستوى العالم، وحتى في أوروبا وفي فرنسا تحديدا خلال يعني 20 سنة كما أذكر أو أقل سيصبح الإسلام هو الديانة الأولى عندهم. لذلك نجد أن الإساءة تأتي من مثل هذه الدول، فرنسا مثلا، محاولات يائسة، هم يهدفون لتقليل عدد المسلمين، ولكن الحقيقة هذا غباء. لماذا أخي الحبيب؟ أنت افتح القرآن، ماذا تجد في القرآن؟ تجد الخير، يأمرك بالصدق، يأمرك بالعفو والتسامح حتى لمن أساء إليك. قال سبحانه وتعالى: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. العفو شيء رائع جدا، أن نسامح الآخرين، فليعفوا وليصفحوا ألا تحبون، وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. طيب هذه الأشياء أخي الحبيب، هذه التعاليم مفيدة جدا وتقوي النظام المناعي. هل تعلم أن جامعة هارفارد قامت بدراسة على مدى أكثر من 50 عاما ووجدت أن التسامح والعفو وأعمال البر وكلها قيم إسلامية، والصدقة والابتسامة وكلها فيها تعاليم نبوية على فكرة، هذا النوع من أنواع السلوك يطيل العمر ويضمن للإنسان مستويات عالية جدا من السعادة. الأطول أعمارا هم الذين تمتعوا بمثل هذا السلوك المليء بأعمال البر والصدقات والعفو والتسامح وحب الخير للآخرين. طيب هذا هو الإسلام. الإسلام من أراد أن يفهم القرآن سيجد أن القرآن العظيم عبارة عن كتاب يدعو للفرح، أنا هكذا وجدته، لا يقيد حريتك أبدا. على فكرة القرآن يجعلك تنطلق في آفاق الحياة، يريدك أن تحب الحياة. لذلك نجد أن أقل نسبة للانتحار هي بين المسلمين. لاحظ أخي الحبيب، الإسلام يجعلك تحب الخير للآخرين ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. الإسلام يحرم تماما استغلال الآخرين، استغلال حاجة الآخرين من خلال تحريم الربا، لدرجة أن الله سبحانه وتعالى قال: يمحق الله الربا، يدمر الربا، ويربي الصدقات، ينمي ويكثر ويزيد أعمال البر وأعمال الصدقة. القرآن يشن حربا على الذين يستغلون حاجة الناس عندما حرم الربا وقال: فإن لم تفعلوا، يعني فإن لم تنتهوا عن أكل الربا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. شن الحرب على من يستغل حاجة الناس. انظروا اليوم أيها الأحبة، كل مليارات العالم متركزة بيد أقل من 1% من سكان العالم، و99% لا يكاد يملكون أي شيء. هذا هو النظام الاقتصادي العالمي الجديد القائم على الربا. لذلك الله قال: يمحق الله الربا. طيب أنا هذا الشيء يحقق مصلحتي؟ أنا عندما نهى الله عن استغلال حاجة الآخرين، إذن هذا شيء جيد بالنسبة لي وبالنسبة للبشر جميعا.
هل علمتم الآن أحبتي في الله لماذا يحاولون تشويه الإسلام؟ لذلك أعود للآية التي بدأت بها: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم. سبحان الله، لاحظوا أن الحرب هنا إشارة رائعة في هذه الآية، أن الحرب هي حرب أفواه، حرب كلمات، حرب صورة، حرب إعلام. يعني هذه الصورة، صورة حرق القرآن، هي صورة إعلام. ماذا يعني يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم؟ يعني من خلال الكلام. ولكن من الذي يأبى؟ الله. ثم انظروا هنا الآية استخدمت نور الله للدلالة على أنهم لم يقل يريدون أن يطفئوا تعاليم الإسلام أو تعاليم القرآن، لا، لأنك عندما تحاول تشويه القرآن أنت تصطدم مع نور الله، أنت في مواجهة مع الله. بالله عليكم، هل يعني الله الذي خلق الكون، الأرض التي نعيش فيها، هي ذرة بالنسبة لعظمة هذا الكون أيها الأحبة، فما بالك بالإنسان، حجم هذا الإنسان لا شيء. يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك؟ هذا الإنسان الذي يحاول تشويه صورة القرآن حقيقة هو دخل في حرب خاسرة بالنسبة له مع الله عز وجل خالق الكون. ولكن الله عز وجل رحيم جدا والله أيها الأحبة، يعطيك ملايين الفرص حتى يأتي الموت. الله تعالى يقول: إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. هذا الشخص الذي يحرق القرآن يريد أن يلحد، أن يحرف، يقول لك هذا كتاب عنف نريد أن نتخلص منه. ألحد أي حرف أو انحرف أو مال عن الحق. يريدون إن الذين يلحدون بآياتنا لا يخفون علينا. لا تظن نفسك أيها الملحد أنك تخفى على الله. لا تظن أن المؤامرات والمكر والخطط التي ترسمها لتشويه صورة الإسلام قد تخفى علينا نحن البشر، ولكن لا تخفى على الله خالق البشر عز وجل. إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة؟ طيب، أليس لك عقل تفكر؟ أنا خطابي لهذا الملحد وغيره، أليس لكم عقول؟ أفمن يلقى في النار، لماذا تلقي بنفسك في النار وتتحدى الخالق عز وجل؟ أنا لا أعلم، سبحان الله. أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة؟ وهنا تأتي حرية التعبير في أعلى درجاتها. دقق معي أخي الحبيب، نريد أن نتدبر ونفهم. اعملوا ما شئتم، سبحان الله، لا يوجد قانون اليوم في العالم يقول اعملوا ما شئتم. حتى في أمريكا لديهم مجموعة من القوانين تجعل الناس مثل الروبوتات، قوانين السير وقوانين الأسرة وقوانين الكذا والقانون الدولي آلاف القوانين التي تقيد الإنسان هكذا. الله قال لك أيها الملحد اعملوا ما شئتم، ولكن هناك يوم ستقف في مواجهة هذا الإله العظيم ليقول لك: ووضع الكتاب. انظروا هنا صيغة المبني للمجهول، فيها نوع من التخويف من المجهول. لم يقل وضعنا الكتاب، قال ووضع الكتاب. وضع مجهول، الملحد خائف. ووضع الكتاب، كتاب هذا الملحد: إنا نستنسخ ما كنتم تعملون. مكتوب فيه كل حرف، كل فكرة، كل عمل قام به.
ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه. والله هذا الملحد سيقف في هذا الموقف هو وغيره طبعا، وسيرى كتابه أمامه وسيشفق مما فيه، ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. أنا أريدك أخي الحبيب أن تقف لحظة فقط مع هذا الموقف. والله كل حركة قمت بها ستجدها معروضة أمامك. وقالوا يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. لذلك هل علمتم الآن لماذا أنا أشفق على مثل هؤلاء الملحدين؟ لأن مصيرهم واضح بالنسبة لنا إن لم يتوبوا إلى الله. اعملوا ما شئتم، هذه مطلق الحرية، اعمل ما شئت. تريد أن تحرق القرآن، أن تشوه، أن تفعل، أن تظلم، أن تفتري، أن تكذب، إنه بما تعملون بصير. يجب أن تعلم أيها الملحد أن الله عليم بكل شيء تقوم به. لذلك أحبتي في الله أطلت عليكم اليوم، ولكن حقيقة يعني مثل هذا السلوك الذي نراه اليوم أنا أعتبره مبشرا بالخير، لأنه يأتي نتيجة يأس. أنت عندما تفشل في إقناع الآخرين تحاول أن تضربهم، تحاول أن تحرق كتبهم المقدسة، تحاول أن تشوه صورتهم، يأس. حتى الآن لم يستطيعوا أن يستخرجوا خطأ علمي واحد من القرآن العظيم. كل هؤلاء المستشرقين والملحدين والإمكانيات الهائلة التي يتمتعون بها لم يستخرجوا خطأ علمي واحد. لذلك أختم بهذه الآية الكريمة، أرجو أن نتأملها ونتدبرها ونطمئن أن الله لن يسمح بإطفاء نوره. فلا تحزن أخي الحبيب، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره. ودقق على كلمة يأبى، من الذي يأبى؟ لست أنا أو أنت أو فلان أو الملك الفلاني، لا، الله هو الذي يأبى. ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. هم يعلمون أن هذا الدين عبر أتصور عام 2050 سيكون الدين المهيمن على العالم، يعرفون هذه الحقيقة. ليظهره، يعني يجعله ظاهرا في الأعلى مهيمنا، ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المدافعين عن الإسلام، والدفاع عن الإسلام أحبتي في الله لا يكون بالعنف، لا يكون بالشعارات الفارغة، يكون بالعمل، يكون باتباع تعاليم هذا الإسلام وإعطاء صورة صحيحة عن هذا الدين الحنيف. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا هذا العمل وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.